السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. تردد جديد وحصر ظهر على نايل سات لقناة المعارض، واحدة من أجمل القنوات وإضافة جميلة ومميزة جدا لقناة النايل سات. لو الخيمة اللي عندك خلاف اللي أنا بشرح عليها بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي، ومن خلالها تعرف ازاي تضيف أي قناة أو أي تردد على جهازك، سواء إذا كان عندك رسوفر عادي أو أي شاشة عرض بتحتوي على رسوفر داخلي. من خلال الشرحات الموجودة هتقدر تضيف أي قناة أو أي تردد جديد على جهازك بكل سهولة. أما بالنسبة لقيمة السن بلس وأكتر من 90% من الأجهزة المين الموجودة في السوق، عشان نضيف أي قناة أو عشان نضيف أي تردد على جهازنا، لو القائمة اللي عندك بالعربي هتضغط من الريموت على زرار المنيو وتقف على قائمة وفيها كلمة تركيب، بضغط على كلمة تركيب بزرار الأوكي هيظهر لي قائمة تانية وفيها قائمة ترددات، بضغط عليها بزرار الأوكي عشان أدخل لقائمة الترددات اللي من خلالها أقدر أضيف التردد أو القناة بتاعتي. نيجي بالنسبة للتعامل مع القوائم الإنجليش، والتعامل معاها سهل جدا. لو القائمة اللي عندك بتتعامل بنظام اللغة الإنجليزية، كل اللي هتعمله تضغط من الريموت على زرار المنيو، وقف على قائمة وفيها كلمة انسليشن، بضغط على كلمة الانسليشن بزرار اوكي هيظهر معايا قائمة تانية وفيها كلمة ترانز بوردر ليست، بنزل على كلمة ترانز بوردر ليست واضغط على اوكي من الريموت. اما في حالة ما بضغط من الريموت على زرار المنيو وملاقيش كلمة انسليشن ظهر عندي على الشاشة، بعد ما هضغط على زرار المنيو واتحرك بالاسهم اليمين والشمال او فوق وتحت حسب القائمة الموجودة عندي، هضغط منيو واتحرك بالاسهم هيظهر لي كلمة انسليشن، بعدها هضغط على زرار اوكي من الريموت وانزل بعد كده على ترانز بوردر ليست واضغط على اوكي، والخطوة اللي بعد كده هضغط من الريموت على الزرار الاحمر واكتب التردد بتاعي 11096، وبنزل على معدل الترميز بخليه 27500 والجا على القطبية، اهم حاجة بخليها في او فيرتيكال، بعد كده بضغط اوكي واجي الخطوة اللي بعد كده ونوقف على التردد، هضغط من الريموت على الزرار الازرق هيظهر لي قائمة فرعية مكتوب فيها كلمة اسكان من فوق، بضغط على اوكي وبالتالي الجهاز هيبحث التردد، القنوات هتنزل معاه بسرعة طبيعية، وبعد ما البحث يكتمل هيظهر لي رسالة فرعية مكتوب فيها سيف سيرش ريزلت، فيما معناها هل تريد الحفظ، بتأكد ان انا واقف على كلمة يس واضغط اوكي من الريموت، هيظهر معايا رسالة فرعية مكتوب فيها داتا سيفنج يعني جرى حفظ البيانات، بصبر لحد ما رسالة داتا سيفنج تختفي من على الشاشة، ومجرد ما الرسالة تختفي اقدر استعرض قائمة القنوات بزرار اوكي، واروح لاخر القائمة عشان الاقي قناة جميلة جدا جدا مكتوب عليها اكسبو 2020، اضافة جميلة ومميزة جدا لقنوات النايل سات. وبتهتم بالمعارض، كل اللي بيهتم بأدنى التطورات الحديثة على الساحة العربية، قناة أرض المعارض أو قناة المعارض أحدث تردد للقناة بتاريخ شهر 10 لعام 2021، موجود على تردد 11096 معدل الترميز 27500 والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي. التردد إشارته عالية وبيعمل على جميع الأطباق ابتداء من 60 أو 70 سنتي، ولكن بيحتاج أن يكون عند حضرتك ريسيفر بتعمل بنظام الـ HD أو شاشة عرض بتحتوي على رسوفر داخلي بيتعمل بنظام الـ HD عشان تقدر تنزل قناة اكسبو 2020 على جهازك. قناة جميلة ومميزة جدا بهدية لكل محبين ومتابعين القناة اللي بيتابعوا معايا ترددات الجوال الحصرية أول بأول. اكسبو 2020 إضافة جميلة ومميزة جدا بنصح الكل ينزلها على جهازه. بكده حلقة النهاردة خلصت، واستنوا في كل ترددات الجوال الحصرية، أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.